اختر رفاقة. اختر جماعتك. اختر مجتمعك. لا تختر الذين يكذبون. اختر الصالحين. إن قيمة الحياة هي أن ترتبط بالله. نتعلم من رسول الله. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا. في هذه الآية يريد الله أن يوجه أنظارنا إلى نماذج من الناس يتحركون مع هوى أنفسهم فيما يشتهون وفيما يستلذون وفيما يطمحون إليه وفيما يطمعون فيه، ينطلقون ليكون موقفهم من هواء أهوائهم كموقف العبد مع ربه، لأن قضية أن تعتبر لنفسك إلها هي قضية أن تخضع له، فإذا أراد منك شيئا فإن إرادتك تنحني لإرادته، وإن معنى أن تجعل لنفسك إلها هو أن تطيعه، فإذا أمرك بشيء فعلت ما أمر، وإذا نهاك عن شيء تركت ما نهى عنه. وهكذا تنطلق مع هذا الإله الذي تجعله لنفسك لتجعل حياتك متحركة في خطه وسائرة في منهجه ومنفتحة عليه في كل الآفاق. وبهذا يمكن لكل شيء تتعامل معه بهذه الطريقة أن يكون بالنسبة إليك إلها تعبده وتتخذه، وهذا ما ينطبق على كثير من الناس الذين كل همهم في الحياة أن يحققوا لأنفسهم شهواتها ولذاتها وأن يتحركوا في كل الرياح التي تنطلق بها أهواؤهم، فإذا كانت الريح يمينية فهم يمينيون، وإذا كانت الريح يسارية فهم يساريون، وإذا كانت الريح معتدلة فهم معتدلون وسطيون، وإذا كانت الريح عاصفة فإنهم يتخبطون، بحيث يصح فيهم قول الشاعر
إذا الريح مالت مال حيث تميل. هذا هو الذي لا يملك لنفسه قاعدة يرتكز عليها، ليست هناك ضوابط تضبط له حركته في كلماته وفي معاملاته وفي علاقاته وفي مواقفه وفي مواقعه، ليست له هناك ضوابط تضبطه، لأنه لا يملك أرضا صلبة يقف عليها. الإيمان هو الأرض الصلبة التي تقف عليها لتتعرف، لتحدد لنفسك اتجاهاتها من خلال ذلك. فإذا كنت مؤمنا بالله فإن الخط المستقيم هو خطك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وإن الصراط المستقيم هو صراطك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا كنت مؤمنا فإنك تستلهم الله في كتابه، وتستلهم الله في سنة نبيه، وتستلهم الله في كل مواقع رضاك. فإذا ألهمك الله من خلال ذلك ما تفعله فعلته من دون تردد، وإذا ألهمك الله ما تتركه تركته من دون اهتزاز. هذه هي مسألة الإيمان. ولذلك ورد عندنا في الأحاديث أن الإيمان ليس مجرد فكرة في العقل أو كلمة في اللسان، ولكنه إلى جانب ذلك حركة في الواقع من خلال حركة أعضائك في الواقع. إن إيمانك بالله يعني أن تراقب الله في كل حياتك، وأن تحس بحضوره في كل مواقعك، وأن تحس بالخوف منه في كل مسؤوليتك. هذه هي المسألة. المؤمنون هم الذين يملكون من خلال إيمانهم القاعدة التي تركز لهم طبيعة الموقف، والتي تحدد لهم كل الخطوط التي ترتبط بالقاعدة. فيعرف الإنسان البداية كيف ينطلق، ويعرف النهاية كيف ينتهي. كل الأشياء محسوبة عند المؤمنين، لأن الله أراد للمؤمن أن يشغل نفسه دائما بالتفكير في حساباته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ادرس دائما ماذا قدمت لغدك، لأن إيمانك بالله الذي أراد لك أن تعبده وأن تطيعه لتواجه في اليوم الآخر من خلال إيمانك باليوم الآخر نتائج الطاعة ونتائج المعصية. لذلك لا بد لك من أن تحسب رصيدك عند الله. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله فيما تستقبلون بعد ذلك من حياتكم، إن الله خبير بما تعملون. المؤمن لا ينسى ربه، بل يذكره في كل موقف من المواقف التي تدعوه إلى الانحراف أو تجعله يهتز في مواطئ أقدامه. ولهذا ورد في الحديث
أن ذكر الله الذي أراد الله للناس أن يأخذوا به بقوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ليس ذكر الكلمة أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولكن أن تذكر الله عندما تقف أمام ما حرمه عليك فلتتركه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله حدثنا عما أراده لنبيه وأراده لنا من خلال نبيه أن الناس إذا أرادوا له أن يعصي ربه أن يذكر ربه، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إنه إذا أريد منه، إذا أراد الناس أن يشغلوه عن ربه، وإذا أراد الناس أن يشغلوه عن نفسه، وإذا أراد الناس أن ينحرفوا به عن خط مسؤوليته، إنه يقف أمامهم ليقول لهم قل إني أخاف إن عصيت ربي، هل تستطيعون أن تنصروني من الله إذا أراد الله بي سوءاً أو إذا أراد الله بي عذاباً؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذا ما ينبغي للمؤمن أن يتذكره دائماً عندما يريد الآخرون أن يحركوا عواطفه ليجتذبوا عاطفته في خط المعصية، أو يثيروا شهواته ليجتذبوا شهواته في خط الانحراف، أو يثيروا أطماعه ليوجهوا أطماعه في خط الخيانة وما إلى ذلك. لا بد للإنسان أن يتذكر ربه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هكذا. فالإيمان أيها الأحبة يمثل قاعدة ينطلق الإنسان منها إلى كل حياته، ولذلك ليس هناك أي تعددية وازدواجية في موقف الإنسان بين أن يكون مؤمناً في جانب أو كافراً في جانب، أو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى أرادنا وصف المؤمنين بقوله وتؤمنون بالكتاب كله، والمراد بالكتاب كله ليس القرآن فحسب، وإنما هو الكتاب الذي أنزله الله على أنبيائه. يؤمنون بالإنجيل وبالتوراة وبصحف إبراهيم وبزبور داود كما تؤمنون بقرآن محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة في هذه، أن تكون لديك وحدانية في الإيمان، وهذا هو معنى أن لا تكون مشركا بالله، أن لا تعبد ربين، فتعبد الله سبحانه وتعالى وتعبد المال، أن لا تعبد ربين فتعبد الله سبحانه وتعالى وتعبد السلطة، أن لا تعبد ربين فتعبد الله سبحانه وتعالى وتعبد الشهوة واللذة. وهذا هو ما ينبغي للإنسان أن يؤكده لنفسه. لنخاطب أنفسنا دائما، ما هي طموحاتنا في الحياة؟ ما هو همنا؟ ما هو مقياس السعادة والشقاء لدينا؟ بعض الناس يفكر أن الحياة فرصة للهو وللعبث
وللذة وللشهوة وللاسترخاء. ولذلك يعتبر أن كل طموحه أن يحقق لنفسه مشتهياتها ولذاتها وأن يسير مع أهوائها. وبعض الناس يعتبر أن الحياة رسالة، وأن دوره في الحياة أن يعتبر الحياة ساحة ينطلق فيها الناس عمالا لله في كل هذه الساحة، ليكدحوا كل بحسب طاقته وكل بحسب إمكاناته، ليكدحوا الكدح الذي أراد الله لهم أن يكدحوه فيما حملهم من مسؤوليات في عباداته، وفيما حملهم من مسؤوليات في بناء الحياة على إرادته. هكذا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالحياة رسالة، والحياة حركة عمل. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقل اعملوا، الله يقول فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والله لم يرد لنا أن ننطلق مع العناوين الكبرى دون أن نحول العناوين إلى الواقع. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يعني تقول أنا مسلم وأنا سأدخل الجنة على كل حال حتى لو عصيت الله في كل أموري، كما كان يقول المسيحي يهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، كما كانوا يقولون نحن أولياء الله وأحباؤه. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لذلك لا بد للإنسان أن يرصد نفسه، ليحدث نفسه، وليركز لنفسه قاعدتها، ليفكر ما هي مهمته في الحياة، وما هي وهو طموحه في الحياة، وما هي رسالته في الحياة. فقد تكتشف نفسك أنك تعبد هواك في الوقت الذي تجد نفسك تصلي، ولكن صلاتك لا ترتفع إلى ربك، لأنها الصلاة التي لا تنفتح على الله في عبوديتها وفي روحيتها، ولكنها تظل تتحرك مع أجواء الشهوات. ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، بحيث كان يطيع هواه في كل ما يفرضه عليه. هذا الذي ينطلق في هذا الاتجاه، عليك أن لا تتبعه ولا تتبع. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. لذلك إذا أردتم أن تتبعوا أي إنسان بحيث تعطوه قيادكم وتتحركون من خلال أوامره ونواهيه، انظروا هل يتبع هوى نفسه أو يتبع هوى ربه. فأما من كان من العلماء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلل، أن يكون هناك الإنسان الذي لا يتبع هواه. العلم وحده ليس كافيا، ولكن أن يكون الإنسان عالما يصون نفسه ويحفظ دينه ويخالف هواه ويتبع أمر مولاه. وهذا الخط ليس خطا للعلماء فحسب، ولكنه خط لكل مؤمن ومؤمنة فيما يريد أن يأخذ منه. هنا الله سبحانه وتعالى يجعل هذا
الخط وهذا السلوك حاجزا بين الإنسان وبين الانفتاح على الله. يعني أنت تحدد لنفسك كل منطلقاتك من الخطوة الأولى. من هو ربك؟ إذا كان هواك هو الرب الذي تعبده، فإن معنى ذلك أنك أغلقت على سمعك أن يسمع، لأن السمع عندما يعيش في أجواء الهوى فإنه لا يرغب في سماع ما لا يعجب الإنسان فيما لا ينسجم مع هواه. بعض الناس تقول له تعال اسمع الموعظة ولكنه يعيش مع هواه، فهو لا يحب سماع ما لا يعجبه وما لا يوافق هوى نفسه. لذلك الهوى يجعل على سمعه غشاوة، وتأتي لإنسان لتقول له انظر ماذا في السماوات وما في الأرض مما يربطك بالله ومما يعرفك الله ومما يجعلك تعيش عظمة الله، فيرفض ذلك لأن هواه جعل على عينه غشاوة. وتأتي لإنسان لتطلب منه تعال يا فلان فلنفكر، إن الله خلق لك عقلا وأراد لك أن تفكر فيه وأراد لك أن تحركه في الاتجاه الذي تعرف به ما يصلح أمرك وما يفسد أمرك في الدنيا وفي الآخرة. إن الله أراد منك ذلك، تعال فكر، ولكن هناك غشاوة على قلبه فهو لا ينطلق في خط التفكير. ولذا الله عندما عبر أظله الله على علم لم يقصد الله أنه أظله بمعنى أنه أفقده الاختيار، لكن الله يربط بين الأسباب ومسبباتها، بين المقدمات ونتائجها. فأنت إذا اعتبرت نفسك، اعتبرت هواك إلها تعبده من دون الله، فإن معنى ذلك أنك اخترت طريق الضلال. وبذلك فإن الله يضلك من موقع أنك فرضت الضلال على نفسك وأردت الضلال لنفسك. والله سبحانه وتعالى لم يختر لك الضلال، ولكنك عندما اخترت هوى نفسك إلها فإن الضلال يصبح نتيجة طبيعية، كما أنك إذا أوقدت النار فإن الإحراق يصبح نتيجة طبيعية في هذا المقام. وختم على سمعه فلم يسمع إلا ما يواجه يا ما يلائم هواه وقلبه، يعني فكره وعقله، فلم ينطلق فكره إلا بما ينسجم مع هواه، وجعل على بصره غشاوة فهو لا ينظر إلا الأشياء التي تتلاءم مع ما يشتهيه ويستلذه ويهواه. فمن يهديه من بعد الله؟ فالله عندما ينطلق الإنسان، يبتعد الإنسان عنه على هذا الأساس وينحرف عنه وينساه، فإن الله يتركه. وإذا تركه الله فمن الذي يمكن أن يعطيه الهدى؟ وأي هدى أعظم من الهدى الذي يعطيه الله لعباده من خلال ما أودع في عقولهم وفي أسماعهم وفي أبصارهم وفي كل شخصياتهم؟ فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نحن فقاعة تنتفخ ثم تنفجر ولا يبقى هناك شيء، وهكذا حياتنا الدنيا نحياها ثم نموت. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، مرور الزمن.
إنسان كلما مر الزمن عليه وتقدم به العمر فإنه يسير إلى الفناء والموت، لأن ذلك لأن الزمن يستهلك كل طاقته وكل قواه. الله يعلق على هالمسألة: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. إنك عندما تريد أن تؤكد فكرة فعليك أن تكون محيطا بكل أبعاد الفكرة. أنت تعرف نفسك أنك تحيا لأنك تعيش الحياة، وتعرف أنك تموت باعتبار أنك رأيت من مات وأنت سائر نحو تجربة الموت. ولكن من أين لك العلم أن تنفي أن هناك حياة ما بعد الموت؟ هل اطلعت على ذلك؟ هل إن الذي ينفي شيئا لابد أن يكون له دليل عليه؟ هذه نقطة لازم تنتبهوا لها، أنه فرق بين إنسان يقول أنا لا أعلم فيقال له تعلم، وبين أن يقول الإنسان ليس هناك شيء. ما في بعض الناس ينكرون وجود الله، هل أنك استطعت أن تقوم بجولة في حال الشهود وحال الغيب وتحيط بكل الكون كله في كل خفاياه فلا تجد الله؟ كيف تنفي؟ أنت لا تملك إلا تجربة محدودة. هذه النقطة. بعضهم يقول أنا لا أؤمن أنه ليس هناك حياة أخرى. من أين لك النفي؟ ما هو الدليل على أنه ليس حياة؟ يمكن أن تقول أنا ما عندي دليل على أن هناك حياة أيضا، لكن ما عندك دليل على أنه ليست هناك حياة، ما عندك. أنت متى تقول الآن لما الواحد يسألك في البيت فلان موجود بالبيت أو لا، متى تستطيع أن تقول إن فلانا ليس موجودا في البيت؟ إذا كنت محيطا بكل زوايا البيت. أما إذا كان غرفتين مثلا أنت لا تعرف ماذا في داخلهما، تستطيع تقول والله ما أعرف خليني أفتش؟ وهكذا إنسان ما يستطيع أن ينفي، لأن النفي يحتاج إلى إثبات وإلى دليل ويحتاج إلى إحاطة. ولذلك الله ركز المسألة على أساس إقامة الأدلة على اليوم الآخر، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إن عملية الإيجاد أكثر صعوبة من عملية الإعادة، لأن عملية الإيجاد هي عملية من دون نموذج. أنت عندما تبدع خلقا جديدا لا مثال له فمن الطبيعي أن يكون هذا أمرا صعبا عليك، ولكن أن تعيد على أن تعيد الشيء الذي تعرف كل خفاياه وتعرف كل عناصره هذا أمر بسيط جدا. هات وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي خلقها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولذا الإمام علي سلام الله عليه عند تعليق على هذه يقول عجبت لمن آمن بالنشأة الأولى كيف ينكر النشأة الأخرى، لأن هذه تربط بهذه، القدرة على هذه تقتضي القدرة هذا. والله أيضا يطلق مسألة العبثية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. يعني مجرد أفكار تطوف في عقولهم من دون أن ترتكز على يقين. والله يريد للإنسان فيما يرفضه أو فيما يؤيده لا بد له من أن ينطلق من يقين هنا أو يقين هناك. وإذا تتلى عليهم الله يصور أن السذاجة الفكرية التي كانت تعيش عند هؤلاء كما نلاحظ سذاجة فكرية عند كثير من الناس
في زماننا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحة ما كان حجتهم في رفضها إلا أن قالوا أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أنت الآن لما الله يقدم لك آيات بينات توضح لك طبيعة النبي وطبيعة رسالاته وقضية وجود الله، أنت فكر. لا، هو ينسى الموضوع، يرفض التفكير، يرفض الحوار، يرفض المناقشة. قلت إذا كنتم صادقين بأنكم رسل الله فإذن أحيوا آباءنا من قبورهم. النبي مش شغله أنه يقدم الاقتراحات، الناس يقدموا له اقتراحات، والله واحد يجي يقول له يا رسول الله اسمح لنا أنه القمر خليجي بات ببيتنا، ذاك يقول له الشمس اسمح لنا خل تنزل بسردابنا، وهذا يجي يقول له مثلا أنه أريدك تحول لي الصحارى كلها بساتين، ذاك يقول أريد تحول كل الجبال سهول. يعني النبي شغله أنه يقعد يعمل يعني دور لكل الناس، كل واحد يجي هذا. لا، إنما أنت مذكر لست. ولذا لما طلبوا من النبي وقال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من زخرف إلى آخره، قل سبحان ربي، أنا إله مو إله، والله ما أعطاني هالقدرة. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا بشر وأذكر رسول، دوري أني أن أقدم لكم البينات التي تجعلكم تؤمنون بالله، وأكثر من هذا أنا ليس من دوري هو أن أغير العالم تكوينا، أنا دوري أن أغير عقل العالم وأغير فكر العالم وأغير منهج العالم وأغير شريعة العالم وأغير تطلعات العالم، وليس دور النبي هو أن يغير العالم في يعني بحيث يكون يملك التصرف في شؤون الكون، ليس هذا. سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، هو مأمور من قبل الله سبحانه وتعالى في كل، حتى المعجزة النبي من يستطيع يعملها إلا إذا الله سبحانه وتعالى أقدرها عليه أقدره. ولذلك موسى عليه السلام عندما واجه مسألة السحرة فأوجس في نفسه خيفة موسى، شو يسوي؟ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. عند ذلك إنما صنعوا كيد ساحر وما ولا يفلح الساحر حيث أتى، معناها أنه النبي هو ينتظر أمر ربه في كل شيء، يعني بالمناسبات في هالمجال. قل الله يحييكم، هذا أنا مش بإيدي أن أحيي لكم آباءكم، كما أنه ليس بيدي الموت أيضا نصف. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأن أكثر الناس لا يفكرون بل ينطلقون في الخط السطحي. ولله ملك السماوات والأرض، أنتم لا تملكون شيئا، وإنما الله يملك السماوات وما فيها والأرض وما فيها، أنتم ملك لله سبحانه وتعالى، فالله يملككم ويملك ما فوقكم وما تحتكم، والقضية هي أن تطيعوا سيدكم الذي هو الله، وإطاعة الله هي السير على خط الحق، أما الذين يسيرون على خط الباطل فإنهم الخاسرون، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون الذين أخذوا بالباطل في العقيدة وبالباطل في الشريعة وبالباطل في العلاقات وبالباطل في حركة الواقع وبالباطل في التأييد والرفض وبالباطل في اللذات والمشتهيات، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وإذا جاءت الساعة فكيف تكون الصورة؟ في آيات أخرى الله يحدثنا أن الناس كل واحد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، هنا الله يتحدث عن حشر الأمة وما في تناقض، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس من خلال مسؤوليتهم الفردية كما يحاسب الناس من خلال المسؤولية الجماعية عندما يكون الانحراف جماعيا.
وعندما تكون النتائج السلبية جماعية، وعندما يجتمع الناس في كل أمورهم على الانحراف وعلى الكفر والشرك. هنا يتحدث الله أن لكل أمة كتاب كما لكل فرد كتاب. عندنا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هنا وترى كل أمة جاثية، يعني جالسة على ركبها. كل أمة، والأمة المقصود بها الجماعة، تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، وستقرؤونه وسترون أن كل ما فيه حق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني كنا نسجل ونثبت ما كنتم تعملون بالكتاب، بكتاب الأعمال الذي ينقله الملائكة، وبكتاب الأعمال الذي يتمثل في كل جلودكم وأجسادكم. فأما الذين آمنوا، وهذه النتائج، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. أين الذين يحبون أن يدخلوا رحمة الله يوم لا ظل إلا ظله؟ أين الذين يحبون أن ينالهم الله برحمته يوم لا رحمة إلا رحمته؟ إنهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإذا كنا في فرصة من العمر فعلينا أن نكون دائما في هذا الخط، خط الإيمان بالله وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر، وخط العمل الصالح، لأن ذلك هو أساس النجاح. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأي فوز أن تكون في محضن رحمة الله. وأما الذين كفروا فيوجه إليهم السؤال، أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم ورأيتم أنفسكم أكبر من الأنبياء وأعظم من الأنبياء وكنتم قوما مجرمين. من خلال أعمالكم ونشاطاتكم وخططكم. وإذا قيل قال الناس لكم إن وعد الله حق. يا جماعة، هناك يوم قيامة، هناك يوم آخرة، هناك يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، هناك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة. هذه كلمة ما نفهمها، ما نفهم طبيعتها. إن نظن إلا ظنا محتمل وما نحن مستيقنين. وكانوا يقولون ذلك لا لأن الواقع يعبر عن ذلك، ولكنهم يحاولون أن يستكبروا ويحاولون أن يتمردوا ويظهروا أنفسهم بذلك، لأن الله لا يمكن أن يشك فيه أحد، ولأن يوم القيامة إذا انفتح الإنسان عليه لا يمكن إلا أن يؤمن به. وبدا لهم في ذلك اليوم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا ثبت عليهم وحل بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم نهملكم كمية لا يعتنى بها كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا كالكثيرين من الذين يسخرون من الإيمان والمؤمنين والإسلام والمسلمين والعبادة والعابدين والالتزام والملتزمين. ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا بزخارفها وبهارجها، فاليوم لا يخرجون منها من النار
ولا هم يستعتبون، يطلب منهم التوبة، فلله الحمد. تلك هي الحقيقة التي ينبغي أن تهز عقل الإنسان وقلبه وكيانه ومشاعره وكل حياته. فلله الحمد وحده الذي يحمد، فكل حمد راجع إلى حمده رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين. وله الكبرياء، لا كبرياء إلا له، لأنه وحده الأكبر والأعظم والأعلى، هو وحده المتكبر الجبار الذي يصح له الكبرياء والجبروت في السماوات والأرض، والكل صغار صغار أمامه مهما كانوا كبارا، وهو العزيز الذي لا ينتقص أحد من عزته، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. هذا هو الرب الذي نعبده، وهذا هو الرب الذي نؤمن به، وهذا هو الرب الذي نخضع له ونخشع له، وهذا هو الرب الذي نجد سر حريتنا في سر عبوديتنا له. فأنت كلما كنت عبدا لله أكثر، كنت أكثر حرية في كل حياتك. والحمد لله رب العالمين. اختر رفاقك. اختر جماعتك. اختر مجتمعك. لا تختر الذين يكذبون. اختر الصالحين. إن قيمة الحياة هي أن ترتبط بالله. تعلم من رسول الله، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.